السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اي جبنا هذا اليسار ديال البنان. عارضني باش نجي نشوف هاد الخون ديال سيدي ربي ونشوف هذاك الريجيم كي داير. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. واحد الصورة على الغرب، كنا هضرنا على الأفوكادو، هضرنا على الكوكا وعلى الفريز اللي هي الفراولة. اليوم بغينا نهضروا على البنان، لأن هادو العائلة ديالي. جا السي نور الدين عرضني باش نجي ندير مع هذا الفيديو هذا، لأن حتى هو كيعجبو يعيش مع هذا الجو وهاد الطريقة ديال البنان. يعني هادشي خصو يكون في القلب، الا ما كانتش عندك واحد الحاجه داخله القلب محبوبه ما يمكنلكش توصل. باش توصل خصها تكون محبوبه، وسبحان الله هادشي حبيته حتى انا عجبني. ولكن تبارك الله، الله يبارك، الله يزيدكم على العمل ديالكم. هنا واحد الطريقه، اللهم بارك تبارك الله، اللهم بارك. شوف سبحان الله شحال من درجه، يعني باش تعرف البنان الدور ديال هذا البنان هذا كيفاش داير. شوف بواحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشرة 11 12 12 13، يعني 13 درجة ديال هذا البنان. هذا كيسميوه الريجيم، يعني في هذه النواحي ديال هذه البلايص هذو كيسميوه هذا الريجيم، يعني نقولوا هنا العرش ديال البنان، ولكن أولا العنقود، ولكن سميتو الريجيم. وأحسن طريقة خير الصباح يكون تخرج مثلا في شهر 5 مع شهر 6، كيجي تخرج ديال البنان زوين، كيجي الحبوب ما عقرش مثلا، تتخرج ديالو كيجي زوين البنان. كيجي عاطي الكولور ديالو، عاطي اليد ديال البنان كتجي مزيان. يعني كتكون الحاجة بالوقت ديالها، يعني واحد الوقت عنده هو معروف به. هو من شهر 5 حتى شهر 7، فهمتيني؟ خمس صباح الطريقه ديال كيفاش. تبارك الله، لا زين. دابا هاد الشجره هادي، من بعد هاد الشجره دي فاش كتكبر كيحيدوا هاد العنقود من الفوق، هاد الرجيم، وكيقطعوا من هنا. عنده واحد الطريقه اخرى خايبه، وهادي كتمشي بحالها. واخا يمكن لك تقول لنا طريقه اخرى، طريقه ديال التعلاق مثلا ديال الهنجي فوالا، باش ما تطيحش الشجره. هادي الشجره ملي كيتقل عليها هذا، دابا راه مثلا شحال ديال الوزن ديالو كاع كيقدر يكون هذا الوزن؟ المهم يكون مثلا كان شي حاجه مليحه، كتكون 74 70 فهاد الرجيم، في الرجيم 70 74 كيلو كتوزن. تبارك الله، اللهم بارك. كانت شي حاجه تكون مليحه، فهمتي؟ اللهم بارك. الان بدي يدير الباب مثلا الريح مع الريح، اللهم بارك. الريح شويه ناقص. الله يلا، اللهم بارك. هادشي زين، ما شاء الله ما شاء الله. هذه التخريجه الاولى ديال هاد البنان. مكتوب البدايه ديالو. البدايه ديال البنان. شو سبحان الله، شو سبحان الله. وكاين عندكم النحل اللي كي اللي كيلقى هادشي؟ عندكم النحل؟ كتربيو النحل الرومي ولا النحل البلدي؟ لا، النحل البلدي. النحل البلدي ديالنا الكحل. حيت كاين هذاك النحل اللي هو صفر رومي كيتسمى، هذاك البلدي خاص بالتوقع. هذا اللي هنايا الفلاحه كتكون داير هنايا. تبارك الله، كوصل سيرة صفحة. والشجرة مثلا كاين اللي كتخرج فيها من القماش مثلا؟ كاين. تلقموها؟ لا، ولا كتحيدوها كاع؟ هو ما كيتلقمش، هو كيخرجنيش انا صفحة من سبحان الله. كيخرج من الاول، كيخرج كتولي الشجرة، من بعد كتولي بنانة. شوف سبحان الله، سبحان الله. ما كتخرجش فيها شي وحدة مثلا؟ كاين الماركة، تيتنان نوع زريعه قرطيطه. زريعه قرطيطه اسمها ماركه بحال كوب زعما. ماركات. تبارك الله، اللهم بارك، اللهم بارك. شوف تبارك الله، انا هذا العرش هذا، انا واحد الطريقه كيديروها بعدا، انا صراحه ما شايفهاش. هاد الطريقه هذه جاتني غريبه، زوينه بزاف، لان شحال واحد كطيح عليه الشجره. اجي تشوف الشجره كيفاش كتعقد، كيفاش معقوده الفوق مع البنطر. يعني هذا البنطر في المغرب، هذا اقليم قنيطره الغرب، هذا هو الغرب. هنا واحد الطريقه، اللهم بارك، اللهم بارك، تبارك الله، اللهم بارك. شوف سبحان الله شحال من درجه، يعني باش تعرف البنان الدور ديال هذا البنان هذا كيفاش داير. شوف بواحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه 10 11 12 13، يعني 13 درجه ديال هذا البنان. هذا كيسميوه الريجيم، يعني في هذه النواحي ديال هذه البلايص هذو كيسميوه هذا الريجيم، يعني نقولوا هنا العرش ديال البنان، ولكن اولا العنقود، ولكن سميتو الريجيم. واحسن طريقه خير الصباح يكون تخرج مثلا في شهر 5 مع شهر 6، كيجي تخرج ديال البنان زوين، كيجي الحبوب ما عقرش مثلا، تتخرج ديالو كيجي زوين البنان. كيجي عاطي الكولور ديالو، عاطي اليد ديال البنان كتجي مزيان. يعني كتكون الحاجه بالوقت ديالها، يعني واحد الوقت عنده هو معروف به. هو من شهر 5 حتى شهر 7، فهمتيني؟ خمس صباح الطريقه ديال كيفاش. تبارك الله، لا زين. دابا هاد الشجره هادي، من بعد هاد الشجره دي فاش كتكبر كيحيدوا هاد العنقود من الفوق، هاد الرجيم، وكيقطعوا من هنا. عنده واحد الطريقه اخرى خايبه، وهادي كتمشي بحالها. واخا يمكن لك تقول لنا طريقه اخرى، طريقه ديال التعلاق مثلا ديال الهنجي فوالا، باش ما تطيحش الشجره. هادي الشجره ملي كيتقل عليها هذا، دابا راه مثلا شحال ديال الوزن ديالو كاع كيقدر يكون هذا الوزن؟ المهم يكون مثلا كان شي حاجه مليحه، كتكون 74 70 فهاد الرجيم، في الرجيم 70 74 كيلو كتوزن. تبارك الله، اللهم بارك. كانت شي حاجه تكون مليحه، فهمتي؟ اللهم بارك. الان بدي يدير الباب مثلا الريح مع الريح، اللهم بارك. شويه ناقص. الله يلا،
اللهم بارك هادشي زين. دابا هاد البنان هذا الديشي هو اللي كيخرج للسوق العشوائي اللي كيتباع في السوق العشوائي. لا ماشي غير عشوائي هذا مثلا. نعم. هذا مثلا كيتسمى ديفو ديال الزريعه كيجي مع الزريعه. كرمات مثلا كيجي. الشجرات كيجيو مع الزريعه. اه تفهمتيني. فوالا. في الحبوب ديالها ولا في الكرمه ديالها شكون ناقصه. ولكن دابا هاد السلعه هادي فين كتمشي معاها؟ كتمشي للسوق الدوليه اولا كتمشي للسوق العشوائي؟ سوق عشوائي. سوق عشوائي. سوق عشوائي هذا هو اللي بغيت نهضر لك عليه. شحال من السنه مثلا؟ حتى ثمن بسيط وحتى ثمن بسيط. يعني هذا الديفو الا قربتي للحبوبات غتشوف الحبوبات فرق. فرق مع الحبوب الاخر اللي هضرنا عليه. هذه الزريعه اللي كتسمى ديشي، زريعه كتكون فالسو بالاسبانيه، فالسو يعني فالسا يعني ما ماشي شي حاجه اوريجينال. واخا نمشيو للجهه الاخرى. يعني هذا الحجم تمشي مع هذا النيشان مثلا. عندنا هذه هي نشوف هذه النيشان نشوف مع الزريعه النيشان ماشي نديرو وحده فيها وحده تخرج عطيني شويه. ما غايجيش مثلا هذا الحبوب هذا مقاد. يعني كتكون وحده دايره وحده مازال عاد جايه عندي مخرجه وحده مازال ما مخرجاش. وحده واحد الطريقه اخرى ديال التربيه يكون مثلا الولد هنا قدام الكرمه هنا وهنا. وي خص يكون قدام ديالها واللور ديالها. تفهمتي باش هي ملي كتحيد ما كيخليش ما كياخذش لك اتساع. كيعجبك الحال واش تخلي اللور هنا قداميه حتى خليتيه من هنايا يقدر الزريعه تهرب لك لهنا. ما عتبقاش شاده لك خطني كان. ما تبقاش شاده فوالا هذيك الماء فهمك الماء والغبار اللي درتها في الاول. هذه فكره. دابا هنا هادو كيتسماو يعني فوج واحد. فوج واحد هذا فوج اللي غيجي غيتبع لهاد الشجره هذه الكبيره. هاد الشجره دابا شوف تما معايا في هذه هي. فوالا تبدا في هذه سبحان الله هادي. يعني هاد الشيء كيمشي بالافواج. كيمشي بالافواج مثلا مشيتي الزريعه دخلتي خرجتي هاد الحلقه خرجتيها برا تقول في التربيه. وي دابا باش نعطيو صوره للمشاهد هنا مثلا هاد الفوج هذا يعني نقولوا مثلا باقى ليه واحد شهر شهرين يكون موجود مثلا. اكثر شويه ديال الوقت. اكثر شحال ديال الوقت كاع بالمحدد يعني. المهم لو كلتي مزيان هذه واحد شهرين كاع ولا شهرين قليل. شهرين مثلا يعني من واحد المده ديال شهرين غادي يكون هذا الحبوب موجود ومن بعد اللور ديالو هذا اكثر من الشهرين غادي تكون عاد بدا تحط يعني بحال عندي مثلا 3 شهور ولا 4 شهور هذه عاد بدا تحط. اذا هذيك عاد تسقط عاد تحيد كاع. هذيك دي مثلا في الوقت ديال هذا في الوقيته اللي مخرج هذا يخرج هذا هو يعني شهر 16 5 يعني هذه عاد خدامه حتى العام الجاي. في العام الجاي ان شاء الله نربيو ان شاء الله حتى 2021 في شهر 4 و5 تربى والدواء وشد الغبار و تبارك الله. الله يبارك. اللهم بارك. اللهم بارك. واخا سي نوردي وهنا سي نوردي جاتني واحد الطريقه زوينه. جاني البنان اللي هي مبدل على هذا. هذا جاني احسن من اللي هو هذاك مقلب مع البحر فهمتي. وي هذا قريب للبحر. قريب للبحر مثلا الباب ديالو قريب للبحر وقريب هذيك شنو الغروب ديال الشمس هذيك تسمى الغروب ديال الشمس. الغروب ديال الشمس الشروق. هذه الشروق ديال الشمس. شوف سبحان الله يعني الحاجه ديال الشروق كتكون دائما قويه على الحاجه ديال الغروب. هنا تكون معروفه الجو سخون بزاف من هنا وهنا كاين الجو بارد شويه. السلعه من هنا كتكون اكثر من هنايا سبحان الله. في الوزن ولا في الكولور ديال السلعه في اي حاجه. تبارك الله تبارك الله. شوف سبحان الله شوف الجوده ولا في مجلس السلعه تكون راه كاين واحد الفرق كبير. حنا جايين من جهه البحر الغروب ديال الشمس وغادي نهبط لعند الشروق ديال الشمس اللي هي القبله وغنشوفوا الطريقه ديال كاين بزاف ديال الحوايج اللي مبدلين. شوف يعني كتلقى مثلا السلعه احسن من هذيك السلعه الاخرى اللي كاينه. انا خلصت. شوف سبحان الله هذا ريجيم. شوف تبارك الله عليه ريجيم كيدير هذا السخونيه بحال نقولوا بحال نقولوا زعما هاد ريجيم صافي. انا بالنسبه لي غنقول لك هذا باقي له شهر صافي ساله ولكن هو شهر هذا الريجيم قول ساله صافي شهر راه وجد سبحان الله. هاد البنان سي نوردين هاد النوع ديال البنان شنو الاسم ديالو؟ دوميل. دوميل دوميل هذا سميتو دوميل. واش دوميل معروفه في العالم كامل ولا معروفه في المغرب؟ معروفه كثر في المغرب حتى في الغرب. في الغرب يعني في الغرب. في الغرب معروفه. حنا راه في الغرب الاقليم قنيطره الغرب. هذا هو الغرب كيفاش معروف. الغرب راه فيه فوائد كثيره فيه حوايج بزاف فيه فلاحه من الاحسن فلاحه في العالم كنظن انا كنقولها كنشهد عليه بانك الغرب راه معروف يعني في جميع ما اللي بغيتي كاين لا من الخضار ولا من الفواكه ولا من حتى حبوب اي حاجه حبوب مزروعه جميع الحوايج في الغرب. شي حاجه يعني من هن تقريبا حنا راه بغينا نبداو راه من القنيطره من هنا وطلع للجهه ديال مولاي بسلام مع جهه العريش. يعني العريش مولاي بسلام العريش مولاي بسلام قنيطره هادو هما البلايص المشهدين في الفلاحه جميع مدوجين يعني حتى بالنسبه للفريز يعني اللي هي كيقول لها الفراوله. راه الفراوله راه من الاحسن البلاد اللي كدير الفراوله هي هذه المنطقه ديالنا ديال مولاي بسلام والعرائش وقنيطره. المهم اتجاه قنيطره والعريش هذا العرش هذا ولا ريجيم ولا مثلا العنقود
شحال باقي لي ديال الوقت كاع باش انا بالي طاب شحال باقي لي ديال الوقت باش تسمى قالوا المنجل قالوا المنجل بالعربيه كتسمى المحشه المحشه يعني المنجل المحشه يعني عن نحيدوه عن قلعوه يعني هذا بقى ليه واحد 15 يوم كان جور كاين سيدياس او لا 15 يوم باش يتحيد هذا العنقود هذا اللي هو سميتو ريجيم او لا العرش ديال البنان تحيد ويتقرط ويدخل في هنا كيتحيد من هذه البلاصه هذه تحيد من هنا ومن بعد السلاجه ديال الديجي الديجي تحيد من فوق كيتحيد من فوق وكيدار في الميكا ديالو ولا في كارطونه كيتشارج على حساب الملايه على حساب الملايه كيتشارج يعني كيدخل السوق السوق الدوليه لا كيمشي يدخل الفريكو بعدا يدخل الفريكو ديال الاولى يطيب بعدا في صندوق الجورنان كيتدفع يمشي للمدن المدن يعني المغربيه المدن المغربيه يعني السوق الدوليه يعني راه من تما غيتصدر ولا غيبقى في المغرب ولا شوف ربي دابا انت تبارك الله تبارك الله دابا هذا ديفو ديفو ديال الزريعه حتى الشجره راه باينه يعني قصيره ما عاليهش الشجره ضعيفه ديالها دابا هو كون كانت الشجره مليحه الرجيم الرجيم كيمثل الشجره هذا الحبوب هذا هو راه كيمثل الشجره يا سبحان الله شوف هذا كيتسمى ديشي الكولور ديالو زوين زوين هذا هو مازال يلاه يلاه خارج خارج جديد واخا كان ضعيفه شويه عنده الصبع ديالو مزيان الصبع ديالو مزيان شوف هذا غيكون بالدرجه الاولى هذا زوين واخا الكرمه ضعيفه باين عليه باين عليه غادي يكبر غادي يطول غادي يطول الصبع ديالو يولي مزيان هذا هو تبارك الله الكرمه ضعيفه واحد شويه اللهم بارك اللهم بارك الله يدخلنا بالخير وبزياده ان شاء الله شوف الشروق ديال الشمس هذه الشروق ديال الشمس فوالا هنا هنا كاين واحد هنا كاين كيف قلت لكم في الفيديو سابقا قبل في البدايه ديالو سبحان الله شوف هذه الشروق الشروق ديال الشمس دابا شي سخونه الا مشينا للغروب غنلقاو قل من هذا تعال عاد شويه يكون ضعيف ليها شويه الصباع ديالو ولا في الوزن ولا في اي حاجه حتى الكرمه تكون ضعيفه شويه تبارك الله والله الا هذه الجهه من البدايه ديال الكرم ديال كيطلع دابا الولد ديالو الولد ديالو الصياد كيقول يلاه كيتربى دابا هذا راه هذا راه دابا دابا هذيك تسمى ناجحه تسمى ناجحه هذه بلاصه ما نحيدو ولكن بحال هذاك الطافلي ليه لا هذاك ما ناجحش كتوصلو للمستهلك مثلا كنمشيو للاسواق اسواق الاسواق الدوليه ولا الاسواق العشوائيه اللي كاينه العشوائيه السواق اللي كاينه في العروبيات ديالنا مثلا بحال مثلا انتم قريبه لكم تازي ولا اثنين تازي سيدي علال تازي سيدي علال تازي قريب ليهم سيدي علال تازي الصباح بكري كتشوف السوق شنو يدير شنو الاثمنه شنو السوق شنو السوق كي كتلقى مثلا تشوف السومه ديالها السومه ديال السوق ديال السوق مثلا كتوصل كتفاهم انت سلعه في 20 معاه كيمشي كيشوف السلعه كيتسرى السلعه وصل السلعه ولا الخايمه مثلا كيشوف السلعه عجبته السلعه كيديها ما عجبتوش السلعه راه كيرجع بحال سبحان الله وشحال ديال الثمن كيدير من البلاصه ديالو باش ياخذوه من عندكم حتى لاش كيوصل يعني قلل اكثر من 6 دراهم حتى 10 دراهم مثلا من 6 دراهم حتى 10 دراهم يعني ما بين 60 سنتيموس حتى 1 يورو يعني الكيلو 1 كيلو يعني راه كنقولوا بانك راه 6 دراهم حتى 10 ديال الدراهم هادشي راه هادشي كيفاش كيبدا السوق هنا كيجيبوا الشاري لهنا وكيكون كيكونوا عارفين الثمن وكيبيعوا ليه هادشي ومني كتبيعوا ليه هادشي واش كيعزل هو هاد الريجيم اولا نتوما اللي كتكلفوا هو اللي كيتكلف اللي مقابل اللي سير هو اللي كيتكلف اللي مقابل اللي سير اللي مقابل اللي سير هو اللي كيقلع ليه هذا الشيء يكمل الخط ديالو من راس لراس تمشي مثلا خايبه زوينه كلشي بحال بحال هادشي فهمناك في الاول مثلا خايبه مزيانه ما تقولش مثلا هذه عيانه حيدها هذه مزيانه خليها يعني كيشد هو الخط ديالو وكيبدا عليه حتى كيكمل من راس لراس التمره كامله كتعيب ديك اللي سيرها مثلا اللي عامره في العماره كامله كتعيب تبارك الله وفوقاش الاوقات ديالو اللي كيتباع فيهم هو هذا الريجيم عنده شي اوقات في العام ولا وقت واحد وقت واحد وقت واحد هنا هو الوقت اللي كيكون فيه موجود بزاف بزاف شهر 10 شهر 9 مثلا شهر 10 وشهر 9 موجود فيه سبحان الله تبارك الله اللهم بارك اللهم بارك الناس راه كيضربوا تماره باش يوصلوا للمستهلك هذا الشيء باش هو يبدا يتفنن على البنان يقول لي 10 دراهم لا يقول له 10 دراهم او اللي يقول ليه 15 دراهم يقول ليه لا 10 دراهم راه الناس كيخسروا فلوس وكيضربوا تماره وكيدوزوا الوقت بزاف كيسهروا على هادشي بحال شي وليد صغير كتربيه يعني ولدك راه ما تقدرش تدوزو خصك تكون مع ولدك تربيه مزيان حتى هادشي راه في المثال ديال داكشي هادشي راه كيضربوا عليه تماره حاولوا الناس اللي المستهلكين ما ياثروش عليهم لان راه الناس كيضربوا تماره وكيسهروا على هادشي بزاف كيخسروا فلوس هادشي هاد اللي يصير الخيمة كيقول لي يعني. هاد الخيمة مثلا هما باليسير ولا الخيمة هاد الخيمة هادي شحال كتطلب ديال الوقت وشحال كتطلب ديال الميزانية كيفاش حتى كتوصلوا هادشي فيديو يعني هادشي انا راه عارف في اوروبا هادشي راه غالي كيتقمقص هاد اليسير هذا باش يدار انتوما دابا داير لهاد الكوتاكوت هيا شفتي راه غالي هذا ديال 25 هذا ديال 25 ديال 25 انا غنشوف غنعرفو هذا ديال 25 الرشاشة هي ديال 5 يعني هاد مخصوص بزاف هاد العمود هذا
هذا العمود الحجم ديالو هذا العمود راه غالي بزاف هذا راه العود وهذا العمود هذا شحال كيدير مثلا الكيلو 24 ريال الكيلو 24 ريال الكيلو يعني بحال 20 سنتيم يعني 24 ريال الكيلو وهالشبكه هذا اللي كديروا ديال السلك هذاك واش كتجي مصايبه هكذا ولا كتجيبو تصايبو الراس بالتراكتور هذا كتخدم بالتراكتور مثلا هاك الجحس طبقه ما طراش باقي في الارض لا ماشي في الارض كتخدم الصندوق هو الاول الصندوق هو الاول الحواشي السماطي السماطي هما الاولين السماطي هذا هو اللي كتخدم هو الاول هذا هو الكوان هذا هو الكوان ديال اليسار هو الاول كيبدا هو الاول في اليسار هذا هو كيبدا هنا في اليسار هو الاول تبارك كتراسا كتخدم القالب ديال العمود القالب ديال العمود كتخدم هنا في البلاد ماشي يعني هذيك راها السيمه اللي محطوطه تحت بطونيه كتخدم قالب بوحدو قالب هذا بطونيه هذه هو هذا كتخدم هو هذا هو الاول بوحدو عاد كيتصاب السيمه ديالو وكيتستريكلو اللعيبه ديالو القايمه ديالو في الحواشي كيتركش ب بالله هذاك الشيء كيتعدل يعني بطونيه يعني سيمينتو يعني بالسيمه كتخدم هذا العمود هو الاول بعدا كيطلقوا هذا العمود راه مليح تبارك الله كيطلقوا السماطي هما الاولين عاد كيطلقوا السلك ديال الشبكه دابا كامل هذا اليسير مثلا بالسلعه ديالو بكل شيء شحال يقدر كاع الوزن ديالو بكل شيء باليسير بكل شيء مثلا بالخدمه 50 مليون 50 مليون 50 مليون يورو مثلا اللي خدم راسو باش كيتقام هذا البنطر هذا 40 مليون 42 مليون توتال ديال الكاستو 50 مليون يورو شوف سبحان الله يعني هنا قلنا الكوان من بعد كيديروا هذه الشبكه هذه كتخدم كتهبط الميكا الفوق واحد الطريقه شتم كيديروها السبليون الفوق ملي كتلحق الصيف سخونه الشمس واش كديروا لجوج هذيك الطريقه اللي كيديروا السبليون كتجيروه من الفوق كيديروا الجير كاينه شوف يعني نفس الطريقه كديروا له الجير باش كينقص هذيك الحراره الميكا جديده هذه الميكا هذه الميكا ما تكون جديده شوف الميكا باقي جديده عاطي الحراره عاطي الحراره ضروري خصو يدوز بالجير ضروري يعني بو الجير بواحد الصباغه يعني واحد الصباغه هو الجير هذا البنا كيتحرك بحال هذا الشكل هذا هو هذا اللي عارف انا دابا هذه ما قلتيهاش لي انت ولا كي بغيت نقولها لك لان دابا حنايا في شهر 9 حنا في شهر 9 بغينا نعرفوا هذه الفكره هذه ديال البنا بحال الشكل كيطلع له كتحرق بهذه الطريقه هذه هذه جات في الشروق ديال الشمس هذه هذه باش نوريها للمشاهد هنا ملي كتكون الميكا مازال جديده والحراره بدات من شهر 6 حتى شهر 8 كيجيروه من الفوق باش ينقص هذيك الحراره باش ما يحرقش ليهم البنان وما يحرقش حتى بنادم اللي غيجي يداوي ويسقي ويقابل يحيد الربيع وهذا الشيء بغيناك تعطينا فكره على هذا الشيء هذه علاش عوجه علاش ما غاداش بحال خوته نيشان بدينا في البدايه في الاول تدويت على البدايه بدينا في الاول على التعلاق وكل شجره خصها تكون في البلاصه ديالها واللي خارجه على البلاصه ديالها كتحيدوها يعني دابا هذه مثلا علاش هبطات الله يرضي عليك نجاوب هذا السؤال هذا هو دابا هذه المشكله عندها في التعلاق في التعلاق زلق في السلك زلقوا بشي بحال وليها المشكل ديال التعلاق شتي اذا هذاك السلك اللي تما خصو يرجع لهنا لهاد البلاصه هذه موراها بشي قعاده شويه من اللور ديال وي يعني دابا ما بقاش ليها الوقت بزاف باقي ليها على الاقل واحد الشهر ما كاملش هذه تقدر اي لحظه تهرس في اي لحظه تهرس هذه ماشي مشكل هي هزه 30 كيلو ولا 50 كيلو هزه معها اكثر من 30 كيلو 50 كيلو تكون فيها تما 50 كيلو تما 50 كيلو يعني هزه 50 كيلو راه بزاف عليها شنو المشكل ديالها كيفاش ولا منها شوف كي ولات عوجه شوف دابا هذه اللي جايه طالعه هي اللي غتكون في بلاصتها هذه كانت زريعه في الاول هنا كانت زريعه هاد الزريعه دابا جديده راه زريعه كامله جديده هذه كانت زريعه في الاول هنا زريعه دارت كثرت التربيه ما بقاش النيشان مقاده عاودناها البنان كنزرعها هنايا في هذه البلاصه هنا تبارك الله حيدناها دابا هاد الزرع هادي الا بغيت مثلا انا ناخذ منها شي ولد ولا بلاتي ونديه مثلا للبلاد بلا ما نغطيه عادي ينتج ولا ما ينتجش؟ ينتج ما يعطيش لا وهذاك اللي مثلا بحال اللي عندي في الدار انايا هذاك بلدي هذاك كيتسمى بلدي عادي هذاك عادي هذاك عادي اما هذا ما يقدرش يخرج غير ليسير ماشي قوم هذا مثلا هذا اللي عريتها لي سيره في هذا الجبال يقدر يضرب يعني كاين فرق ما بين البنان والبلدي كبير ما بين البلدي وهذا البنان هذا هو هاد البنان كيتسمى رومي ديال الغطا الا ما كانش ليسير ما يجيش ما يخدمش هنا سي نور الدين بغيت نسولك على هاد الطريقه هذه ديال الفتيح دابا هذه حيت تا السبليون عندهم بالريدو ريدو كاين الريدو كيبدا يدور بالريدو ولا اوتوماتيك يعني بالموتور هاد الخدمه كتحلى باللقاط مثلا هذيك تحلى باللقاط يعني عاديه ما نافيه خدمه عاديه كتسمى علاش كتحلوها مثلا هذه على الجو ديال السخونيه الا مدوينه في البدايه باش تدخل الغربي تدخل للتغرباش الشروق هذه الشروق تكون الحراره فيها بزاف يقدر يضر البنان فهمتي راه شو المشكل ديال الورق ديال البنان وي بصح كتحرق كتحرق يعني هذا هو الحل اللي كيفاش كتحلوه هذا باش كيتهول البنان وي ولا بغيتو ديروا هذيك الطريقه ديال اللي بالمنافير باش يبرروا له كتقام شويه غالي شويه غالي قاد شويه تما والله يكمل عليكم والله يوصلكم لهذيك النتيجه لان شفت شي حوايج اخرين والحمد لله المغرب راه غادي مزيان غادي بخير وهذه بلاد الغرب بلاد الخير بلاد الخيرات تبارك الله شوف هادشي راه انا ما نكذبش عليكم
انا اول مره كندخل البندر بحال هذا ديال البنان، شايفه كندوز عليه كنشوفه مده طويله، هذه ماشي عاد اليوم واحد اكثر من 10 سنين، ولكن عمري ما دخلت للبندر وشد ديكور كيفاش داير هذا البنان وكيفاش الناس كيضربوا عليه تماره وكيفاش كيوجدوه باش يدخلوه للسوق. المهم نوريك واحد الطريقه اخرى ديال الغبار. واخا سي نور الدين، دابا نمشيو لطريقه الغبار. سي نور الدين نعم سي، بغيت نمشيو للطريقه ديال الغبار. هذا كنقولوا له حنايا الغبار ديال الغلم، بوبري تسمى بوبري، هذا الغبار ديال الغلم هو البوبري، احسن غبار في العالم. ما قدامه لا ديال الدجاج ولا ديال البقر والاغنام، ديال الاغنام هو احسن غبار. هو هذا هذا فيه واحد القوه، واحد الفرصه كبيره بزاف. بغيت نسولك عليه، كيفاش هاد الطريقه كديروا اللي نتوما تكتغبروا به البنان؟ هذا مزيان البنان، هذا مثلا كيساعد الرجيم، كيساعد الشجره، كيساعد الولد في الطريقه ديال الولد في النمو ديالو مثلا. في النمو ديال جميع ما يكون. مثلا مثلا الحبوب صالح ليه، هذا نخدموا به في الزريعه في الاول ونخدموا به دابا. هذا الغبار هذا ديال البوبري هذا احسن من الفوسفات اللي هو لونغري، وحسن من نقولوا حنا الهيدرو، احسن من اي حاجه. هذا الغبار هذا غبار بلدي مصنوع ديال الله سبحانه وتعالى من عند الاغنام، هو البوبري كنقولوا ليه. هذا سخون بزاف وقوي وكيعطي لاي فلاحه، كيعطيها القوه والجهد والنتيجه كتبان على 15 يوم. 15 يوم كتبان النتيجه الا درتي هذا الغبار هذا. بحال راك درت شي غبار خيالي. هو هذا الغبار هذا كيتخدم في الزريعه وكيتخدم في النهايه ديال اش كيخدموا في النهايه خمس واحد على حسب الولد، كيما تخدم في الاول في الكرنقه هذه خصك تخدم في الثانيه، تخدم في الولد اللي جاي طالع. هذه طريقه مزيانه، يعني مثل مثلا بالنسبه لاي شجره في الوقت ديال الحلم خصها تعطيها وفي الوقت اللي تبدا تخرف. هادشي في طريقه اخرى كيعاوننا مثلا في الحبوب في الرجيم، وكيعاوننا ثاني حتى خدمنا جوج طريقات كيخدم، جوج طريقات كيخدم تبارك الله. هذه طريقه زوينه. بالنسبه لشي غبار اخر ما كديروش، يعني اكثر يدير نخدموا بالبلدي، تخدموا بالبلدي. هذا مثلا في النهايه كيبقاش داك البلدي كيبقاش خدام، ديال نقول الابقار مثلا كيبقاش خدام، كنجيبوا هذا كنخدموا به الولد، كيعاوننا في كيعاون كيساعدنا في الولد. في البلاصه هو راه كيبقى شاد هذا الغبار هذا تل من 3 شهور حتى 6 شهور، كيبقى شاد في الارض بزاف، كيعطي النتيجه ديالو. النتيجه ديالو باينه على 25 باينه. نبقى نضيف نطلبوا من الله يعاون الجميع، والفلاح مسكين راه شويه شدوا في ديرها. تبارك الله، الله يبارك، تبارك الله عليك. كنشكرك بزاف على هذا الفيديو، كنشكرك على هذه العرضه اللي عرضتينا، عرضه جميله. بارك الله فيك، اللهم بارك، الله يجعلنا ندخلوا عندك بالخير والبركات، وندخلوا عليك ان شاء الله بالسعاده وتكون الفلاحه ان شاء الله زينه، وهذا 2020 تخرج تبعد منا، وهذا كورونا تمشي تبعد منا حتى هي كذلك، لان راه الفلاح ضر ضريته بزاف، الناس راه ضروا بزاف. الله يحسن العوان. وصل البنان 4 دراهم مثلا مع الازمه، دابا انت كتشوف البنان وصل 4 ديال الدراهم، يعني شي حاجه ضعيفه بزاف. سيدريس الله يزيد ويبارك، الله يزيد ويبارك، هادشي عجبنا بزاف وهادشي مزيان ان شاء الله. غادي نوليو نعاودو نحلو الطريقه ديال الجنين، ان شاء الله توري المشاهد كيفاش الطريقه ان شاء الله. ملي وجيت غادي تعيط ليا ونجي ان شاء الله باش نصورو كيفاش التربيه ديال الولد، كيفاش طلع الولد باش يطلع من الشجره، من الشجره كيفاش تقرا، كيفاش كذا. مره اخرى ان شاء الله ديك الساعه مزيان. شكرا سي نور الدين.